بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الطالب في أكاديمية مدرسة المر، إذا عندنا الدولية أخذنا سابقا اللي هو عندنا درس تطبيقات، إذا عندنا فيزيائية. اليوم إن شاء الله نحل الأسئلة تطبيق إذا على هذا الدرس. هلا السؤال الأول إذا بحكي لنا عزيزي الطالب، السؤال الأول خلينا نناقش إذا عندنا الأسئلة الواردة. طبعا هاي الأسئلة صفحة هو عندنا 192. هلا السؤال الأول شو بحكي لنا؟ راح نكتب الأشياء الرئيسية عزيز الطالب. يتحرك جسم على خط مستقيم بحيث أن سرعته بعد مرور نون ثانية تعطى بالعلاقة التالية. إذا معطيني أول حاجة اللي هي عبارة عن عين النون ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن 12. هاي عندنا 12. إذا عندنا 12 مضروبة في جتا، إذا عندنا جتا اللي هي الزاوية عبارة عن 2 نون ناقص 1. طبعا هنا اللي هي طبعا الوحدة اللي هي متر لكل اللي هو عندنا ثانية. وكمان بغلطنا جت قاعدة التي تمثل موقع جسم بعد مرور نون ثانية. إذا بده إذا عزيز الطالب إيش بده؟ بده فاء النون بشكل عام، يعني ما بده إياها عند قيمة معينة. إذا فاء النون بحيث تكون صالحة لإيجاد موقع الجسم عند أي زمن بريده. هذا بيجي بنفس الطريقة. إذا عندنا الحل الآن نفس الشيء، شو بدنا نعمل الآن حتى نوجد موقع الجسم بكامل؟ إذا عندنا الطرفين بهذا الشكل، إذا عندنا عين النون، إذا عين النون، إذا دال النون. إذا ويساوي اللي هو عبارة عن برضو كمان تكامل اللي هو عندنا 12، إذا عندنا جتا بين قوسين اللي هو 2 نون ناقص إذا عندنا 1، إذا كل هذا دال إذا عندنا النون. طبعا تكامل عين النون شو بده يعطيني إذا عزيز الطالب؟ اللي هو عبارة عن فاء النون، إذا فاء النون لما تعلمنا سابقا ويساوي كامل. الآن عندنا هاي 12، طبعا العدد الثابت ما بيأثر، مضروب في تكامل الجتا اللي هو عبارة عن اللي هو جيب، إذا عندنا 2 نون ناقص اللي هو عندنا 1. إذا طبعا بس بقسم الآن هون على قديش هون عندنا على معامل نون اللي هو عندنا على 2، وبأضيف اللي هو ثابت التكامل اللي هو عزيز الطالب اللي هو عندنا جي. وباختصر إذا في اختصار بنلاحظون 12 فيها عندنا هنا 6، وبالتالي إذا فاء النون إذا أصبح ماذا يساوي؟ إذا فاء النون ويساوي اللي هو عبارة عن 6، إذا مضروبة في جيب اللي هو عندنا 2 نون إذا ناقص 1، إذا زائد اللي هو عندنا ثابت التكامل اللي هو عندنا جي. هذا بالنسبة للسؤال اللي هو عندنا السؤال الأول. إذا هذا بيكون هيك موقع الجسم، بيكون نقدر نوجده عند أي قيمة من نريد نعوض فيها قيمة عندنا قيمتنا. ننتقل الآن إلى السؤال رقم اللي هو عندنا سؤال رقم اثنين. السؤال الثاني شو بحكي لنا؟ إذا هون عندنا سؤال رقم اثنين بحكي لنا تتحرك نقطة مادية على خط مستقيم بحيث أن سرعتها بعد مرور نون ثانية تعطى بالعلاقة. إذا معطيني إذا عين النون هون، إذا معطيني إذا عين النون، إذا ماذا تساوي إذا عزيز الطالب؟ هي عبارة عن 4 نون زائد، إذا عندنا 4 نون زائد 8، 4 نون زائد 8، طبعا هنا متر لكل اللي هو عندنا ثانية. جد موقع النقطة المادية بعد مرور 4 ثواني، إذا بده موقع النقطة، يعني بده فاء اللي هو عندنا الأربعة، إذا فاء الأربعة من بدء حركتها
علما بأن موقع الابتدائي معطيني إذا فاء الصفر، إذا فاء الصفر معطيني إياها كمان قديش عندنا بعد مرور، إذا عندنا 4 ثواني، إذا نبدأ علما بأن فاء اللي تساوي اللي هو عبارة عن 2. هلا بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب الآن إذا عندنا الحل. الآن من كامل الطرفين إذا عندنا عين النون دال النون، هذا يساوي برضو كمان كامل الطرف الأيسر اللي هو 4 نون، إذا زائد عندنا 8، إذا دال اللي هو عندنا النون. هلا تكامل عين النون اللي هو بده يعطيني فاء النون، إذا هاي فاء النون، فاء النون ماذا تساوي تكامل؟ إذا عندنا 4 واللي هنا نون تربيع، إذا على 2، إذا زائد اللي هو عندنا إذا 8 نون، زائد 8 نون، زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هلا بنختصر الآن، عندنا 4 فيها 1، 4 إذا فيها عندنا 2، إذا وبالتالي إذا فاء النون إذا هو يساوي اللي هو عبارة عن 2 نون، إذا عندنا تربيع زائد 8 نون، زائد 8 نون، زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هلا الآن عندنا حتى نوجد قيمة جيم نعوض الآن فاء الصفر، إذا هاي عندنا فاء الصفر، وين في نون نحط محلها صفر اللي هو 2، إذا ضرب اللي هو عندنا 0، إذا عندنا تربيع زائد اللي هو عندنا 8 ضرب عندنا 0 زائد جيم، كل هذا بيساوي اللي هو عبارة عن 2. وبالتالي إذا قيمة جيم إذا عزيز الطالب إذا تساوي اللي هو عندنا 2. نرجع الآن لفاء النون، إذا أصبحت إذا فاء النون ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 2 نون تربيع، 2 نون تربيع، إذا زائد إذا عندنا 8 نون، 8 نون، إذا زائد اللي هو عندنا 2. هلا بده فاء الأربعة، إذا عندنا فاء الأربعة هذا كمان مجهول، إذا بنعوض الآن، إذا عندنا فاء الأربعة، وين في نون نحط محلها 4، وتساوي 2 ضرب عندنا 4 تربيع زائد 8 ضرب اللي هو عندنا 4، إذا زائد اللي هو عندنا 2. وهذا شو بيساوي؟ 16 ضرب 2 اللي هو عبارة عن 32، زائد كمان 32، زائد اللي هو عندنا 2، ويساوي 64 زائد 4، إذا ويساوي 68 متر، إذا 68 متر هذه المسافة اللي راح يقطعها إذا هذا الجسم بعد مرور إذا 4 ثمان، أو موقعه بعد 4 ثمان. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3. إذا سؤال رقم 3 إذا عزيز الطالب، إذا سؤال 3 بحكي لنا إذا كان تسارع جسم يسير على خط مستقيم بعد مرور نون ثاني من بدء الحركة، معطيني إذا معطيني تاء النون، يعني معطيني إذا التسارع، إذا تاء النون ماذا يساوي؟ اللي هو عبارة عن 48، هاي 48 مضروبة إذا في 1 ناقص 1 ناقص، إذا عندنا 2 نون للقوة، إذا عندنا 3، طبعا الوحدة هنا عندنا متر لكل ثاني تربيع، متر لكل عندنا ثانية من عندنا تربيع، وكان موقعه اللي هو عندنا فاء الصفر، فاء الصفر يساوي اللي هو عندنا 3 متر. هلا وسرعة الابتدائية معطيني إياها كمان، إذا عين الصفر قديش تساوي؟ اللي هي عبارة عن 2 متر، إذا 2 متر لكل عندنا ثانية. هلا شو بده السؤال إذا عزيز الطالب؟ بده سرعة الجسم بعد مرور ثانية واحدة
إذا بده موقع الجسم. إذا عندنا موقع ال إذا بده إذا رقم واحد، إذا مطلوب مننا، إذا مطلوب مننا إذا عزيز الطالب رقم واحد اللي هو عبارة عن سرعة الجسم بعد مرور ثانية واحدة. إذا سرعة الجسم يعني بده عين الواحد، إذا عين اللي هو عندنا الواحد كم بيسأل. الآن ما دام معطيني التسارع، إذا عزيز الطالب إذا شو بدي أعمل الآن؟ إذا ما دام معطيني التسارع الآن بكامل الطرفين، إذا عندنا الحل الآن لو كامل الطرفين الآن اللي هو تاء النون، تاء النون إذا دال النون يساوي برضو كمان بكامل الطرف الأيسر اللي هو 48 مضروب في 1 زاقص، إذا عندنا 2 للقوة، إذا 3، إذا دال، إذا عندنا النون. على تكامل التسارع زي ما بنعرف إذا عزيز الطالب اللي هو عبارة عن تكامل التسارع اللي هو عبارة عن عين النون، هاي عين النون وتساوي التكامل اللي هو عندنا هاي 48. ما دام إنه هنا اقتران خطي نقدر نستفيد من القاعدة، 1 ناقص إذا 2 نون للقوة 4، إذا مقسم هنا على 4، وكمان نضرب هنا في معامل اللي هو عندنا نون ضرب سالب 2، سالب 2 طبعا بالإضافة إلى ثابت التكامل اللي هو عندنا جيم. هلا بنشوف إذا في اختصار الآن هون عندنا. هلا 4 ضرب 2 8، إذا هذا إذا المحادة بتروح، إذا بده يعطيني إذا هذا كله عندنا 6، يعني بمعنى إذا سالب 6، بمعنى إنه عندنا أصبحت عين النون، إذا عين النون إذا عزيز الطالب ماذا يساوي؟ عبارة عن سالب 6، هاي سالب 6 مضروبة في 1 ناقص عندنا 2 نون للقوة 4 زائد طبعا عندنا هنا اللي هي جيم. هلا معطينا عين الصفر، عندنا عين الصفر يعني ويساوي إذا عندنا عين الصفر ويساوي إذا سالب 6 ضرب 1 ناقص إذا عندنا 2 ضرب 0 القوة 4 زائد إذا عندنا جيم، كل هذا يساوي اللي هو يساوي 2 ويساوي اللي هو عندنا 0 6 اللي هو يعني بده يساوي عندنا سالب 6 إذا زائد جيم يساوي كل هذا يساوي 2. نجمع الآن هنا زائد 6 هنا كمان زائد 6، إذا عندنا هاي محايب تروع، بمعنى أن جيم تساوي قديش هنا؟ تساوي 8. هذا عزيز الطالب بالنسبة إلى اللي هو عندنا، وبالتالي إذا صار عندنا عين النون، إذا عين النون ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن سالب 6، إذا سالب اللي هو عندنا 6 مضروبة في 1 ناقص، إذا عندنا 2 نون للقوة 4، إذا زائد اللي هو عندنا 8. وبالتالي نقدر الآن نوجد إذا عين الواحد، عين الواحد إذا ويساوي اللي هو 1 ناقص اللي هو عندنا 2، إذا صار عندنا هنا سالب إذا 6 مضروبة في 1 ناقص إذا 2 زائد إذا عندنا 8. طبعا هون القوة قديش هنا؟ القوة 4 ويساوي سالب 6، 1 ناقص 2 بده يعطيني سالب 1 القوة 1، سالب 6 زائد 8 ويساوي اللي هو عندنا 2 متر لكل اللي هو عندنا ثاني. هذا عزيزي الطالب بالنسبة للرقم 1 بالنسبة للمطلوب الأول. هلا الآن راح ننتقل إلى اللي هو عندنا المطلوب رقم 2. إذا المطلوب رقم 2 بنفس الطريقة، إذا رقم 2 إذا إيش بده هون عندنا؟
رقم اثنين بده موقع الجسم بعد مرور ثانيتين من بدء الحركة. موقع الجسم بعد مرور ثانيتين من بدء الحركة يعني بده فا الاثنين. إذا فا الاثنين كم؟ 9. بنفس الطريقة الآن، إذا طبعا آخر شيء وصلنا إذا عزيزي الطالب، إذا من كامل الآن اللي هو عندنا عين النون، اللي هي عين النون ماذا تساوي؟ تكامل. إذا عين النون دال النون يساوي تكامل اللي هو عبارة عن سالب 6 مضروبة في 1 ناقص، إذا عندنا 2 نون للقوة 4، إذا زائد 8، إذا دال اللي هو عندنا النون ويساوي الآن طبعا تكامل عين النون بده يعطيني فاء النون. إذا هذا بده يعطيني فاء النون ويساوي إذا سالب 6 مضروبة في 1 ناقص، إذا عندنا 2 نون القوة 5 على سالب اللي هو عندنا كمان سالب 5 عفوا على سالب 5. إذا عندنا هنا 1 ناقص 2 قوة، إذا هنا إذا عندنا على 5 ومضروبة كمان في سالب 2، مضروبة في سالب اللي هو عندنا 2 طبعا زائد اللي هو عندنا عزيز الطالب تكامل 8 اللي هو عبارة عن 8 نون زائد عندنا جيم. هلا بنشوف إذا في اختصار، إذا بنلاحظ إذا عندنا أمر من تكامل عين النون اللي هي فاء النون يساوي سالب 6، إذا عندنا سالب 6 ضرب 1 ناقص 2 قوة 5، إذا عندنا على 5 على معامل اللي هو عندنا نون، وبالتالي إذا هذا شو بيساوي؟ نقدر نختصر الآن 6 تقسيم 2 يعني عندنا هنا 3 على 5، إذا 3 إذا على 5 مضروبة في 1 ناقص، إذا عندنا 2 نون القوة 5 زائد إذا عندنا 8 نون زائد اللي هو عندنا جيم. الآن إذا بده فاء الاثنين، بعوض الآن إذا عندنا فاء للاثنين، إذا فاء للاثنين إذا ويساوي 3 على 5 ضرب اللي هو 1 ناقص 2 ضرب إذا عندنا 2 القوة 5 زائد اللي هو عندنا 8 ضرب 2 زائد جيم. كل هذا ماذا يساوي؟ إذا يساوي اللي هو عندنا يساوي 3. هلا بنختصر الآن، إذا عندنا 1 2 ضرب 2 4، 1 ناقص 4 اللي هو عبارة عن قديش عندنا؟ 4 1 ناقص 4 اللي هي عبارة عن سالب 3، سالب 3 إذا ويساوي إذا 3 إذا على 5، هاي 3 على 5 مضروبة في سالب 3 القوة 5، إذا سالب 3 برضو القوة اللي هي عندنا 5 زائد اللي هي عبارة عن قديش عندنا 8 ضرب 2 زائد 16 زائد جيم. كل هذا يساوي عندنا 3. هلا سالب 3 القوة اللي هو عندنا سالب 3 للقوة اللي هو عندنا قوة 5 يعني 3 في 3 عندنا 9، نضرب الآن هاي عندنا 9 يعني عندنا 3 في 3 يعني عندنا 3 ضرب 3 3 ضرب 3 ضرب 3 عزيز الطالب ضرب 3 إذا كمان ضرب 3 الآن هاي عندنا 3 في 3 9، 9 في 9 1 هاي 9 وهون كمان 9 وهون كمان ضرب برضه كمان هون عندنا 3 تعطينا كمان ضرب كمان هون ضرب 3 إذا ضرب 9 81 يعني 81 ضرب عندنا 9 إذا 9 72 اللي هي 729 إذا ويساوي إذا سالب 700
سالب 729 طبعا مقسوم على قديش هون عندي على 5 زائد إذا عندنا 16 زائد ج يساوي كل هذا 3. هلا الآن إذا عندنا بنفس الطريقة الآن عندنا لو عندنا هنا سالب 16 إذا عندنا سالب 16 هنا كمان سالب 16 إذا بصير عندنا هنا إذا جيم ماذا تساوي؟ إذا هذه المحادة بتروح إذا جيم ماذا تساوي؟ اللي هو عبارة عن سالب 700 هنا قلناها للطرف الثاني بصير 729 729 إذا على 5 729 على 5 إذا عندنا كمان زائد أو ناقص اللي هو عندنا 13 إذا نوحد المقامات إذا بصير عندنا ويساوي 729 إذا 729 729 إذا ناقص 65 إذا على اللي هو عندنا 5 9 ناقص 5 اللي هي وتساوي اللي هي عبارة عن 4 و2 ناقص 6 لا يجوز 12 ناقص فيها 6 7 اللي هو عندنا 9 ناقص 5 إذا عزيز الطائر تساوي 4 2 إذا هذا بصير عندنا 6 يعني هون بده يكون 664 على قديش هون عندي إذا عندنا على 5 هذا بالنسبة اللي هو عندنا قيمة عندنا جيم وبعدين بنعوض اللي هو عندنا ونطلع قيمة فا الاثنين هذا بالنسبة لسؤال رقم اللي هو عندنا سؤال رقم إذا 3 سؤال رقم اللي هو عندنا 3 ننتقل الآن إلى سؤال رقم اللي هو سؤال رقم 4 سؤال رقم 4 سؤال 4 بقول لي يتحرك جسم على خط مستقيم حيث أن سرعته تعطب العلاقة إذا نعطيني إذا عين النون إذا معطيني إذا عين النون عزيز الطالب اللي هي عبارة عن ثلاث نون ناقص واحد مضروبة في أربع نون ضرب زائد واحد الآن طبعا مثل بده قاعدة التي تمثل موقع جسم بعد مرور ثاني واحد إذا أول مطلوب مننا إذا بده القاعدة تمثل موقع جسم يعني بده فاء النون إذا فاء النون كم بيساوي إذا فاء النون كم بيساوي إذا الحل الآن بنفس الطريقة إذا عزيز الطالب الآن إذا فاء النون بكام الطرفين أو كاملنا إذا عندنا عين النون عين نون دال النون إذا هذا بيساوي برضو تكامل إذا عندنا ثلاثة نون ناقص واحد مضروب في أربعة نون زائد واحد طبعا دال النون عندنا دال عندنا النون طبعا تكامل عين النون اللي هو عبارة عن فاء النون زي ما تعلمنا سابقا ويساوي يعني حتى نقدر نكامل طبعا تكامل عزيز الطالب ما بتوزع الضرب اللي نحاول الان شو نعمل الان نوزع الان المقدار اذا هذا المقدار على هذا المقدار وكمان نفس عملية هذا المقدار على هذا المقدار الان صار عندنا هنا اذا ويساوي ثلاث نون ضرب اربع نون ويساوي 12 إذا عندنا نون تربيع 12 نون تربيع 3 نون زائد 1
إذا زائد 30 زائد إذا عندنا 3 عندنا نون ناقص 4 نون ناقص 4 نون ناقص 1 طبعاً دال عندنا النون. بنبسط إذا هذا المقدار إذا ويساوي تكامل إذا عندنا 12 نون تربيع زائد 3 نون ناقص 4 نون يعني ناقص نون ناقص 1 عندنا دال النون. الآن نقدر نكامل إذا ويساوي عندنا تكامل في 12 إذا عندنا نون القوة 3 إذا هاي على 3 إذا ناقص نون تربيع على 2 ناقص نون زائد ثابت التكامل فعندنا جيم. نختصر إذا في اختصار الآن هون عندنا على 3 فيها 1 هاي كمان فيها 4 الآن عندنا إذا أصبحت الآن إذا عندنا هنا ويساوي هو عبارة عن 4 نون تكعيب ناقص إذا عندنا نص نون تربيع أو نون تربيع 2 ناقص نون زائد ثابت التكامل اللي هو عندنا ناجي. هذا القاعدة تمثل هلا بدو موقع الجسم إذا عزيز الطالب بعد موقع الجسم بعد مرور ثانيتين من الحركة علمنا أن موقع الابتدائي يساوي صفر. إذا رقم 2 هلا رقم إذا هذا رقم 1 إذا رقم 2 بده موقع جسم بعد مرور ثانيتين بدأ الحركة يعني بده فاء للاثنين. إذا فاء للاثنين كم بيساوي؟ علما بأن موقع الابتدائي معطينا معلومة أن فاء الصفر قديش تساوي؟ اللي هي تساوي 7 متر. ارجع الآن لمين إلى العزيز الطالب؟ إذا عندنا فاء النون الجزء الأول إذا فاء النون اللي هي تساوي الأربع نون تكعيب ناقص نص نون تربيع إذا ناقص نون زائد إذا عندنا جيم. هل الآن حتى نوجد اللي هو إذا نوجد الآن فاء الصفر فاء الصفر ويساوي أربعة ضرب عندنا صفر تربيع صفر تكعيب إذا ناقص نص ضرب صفر تربيع ناقص صفر زائد جيم كل هذا يساوي 7 وبالتالي إذا جيم ماذا تساوي؟ جيم تساوي 7. نرجع الآن عزيز الطالب لفاء النون إذا فاء النون ماذا تساوي؟ اللي هي عبارة عن 4 نون تكعيب 4 نون القوة 3 ناقص نص نون تربيع ناقص نون زائد 7 زائد 7. هلا نقدر نوجد الآن إذا فاء فاء الصفر فاء جذبه قليل 7 مرتين إذا فاء الاثنين ويساوي 4 إذا ضرب 2 للقوة 3 ناقص نص ضرب 2 تربيع ناقص 2 زائد 7 ويساوي القوة 3 8 32 إذا ناقص إذا عندنا 4 نص 4 يعني عندنا 2 وكمان عندنا هنا ناقص 2 زائد 7 إذا ويساوي إذا 32 زائد 7 اللي هو عبارة عن 39
ناقص 4 ويساوي 35، إذا عندنا متر. هذا يكون هيك قاطع من هذا الجسم بعد مرور اللي هو عندنا ثانيتين، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى.